السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أهلا بكم أعزائي المتابعين، تعالوا مع بعض ناخد أخبار النادي الأهلي. نبدأ بالكابتن محمود الخطيب وجلسته مع أعضاء الجهاز الإداري بالفريق اليوم بالمغرب. اتكلم الكابتن محمود الخطيب مع أعضاء الجهاز الإداري على توفير كل شيء للاعبين وتهيئة الأجواء المثالية للاعبين قبل وأثناء المباراة. عايزين اللعيبة تركز فقط في المباراة، كل طلباتهم مجابة. من رتبوا بقى النواحي الإعلامية، رتبوا بقى النواحي الإدارية، خلوا الفريق في الأجواء المثالية بالفوز بالمباراة إن شاء الله. بيتو سمان مدير فني للنادي الأهلي حدد برنامج استشفائي للاعبين لتنفيذه اليوم أثناء المران الجماعي الأول للفريق المقرر إقامته الساعة 9 مساء على ملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي. واجتمع بيتسو سمان مدير الفني للأهلي مع الجهاز الفني للفريق صباح اليوم لتحديد تفاصيل البرنامج التدريبي الخاص باللاعبين. ونسق بيتسو سمان مع مخطط الأحمال أنه يقلل الحمل التدريبي للاعبين تجنبا للإرهاق بعد رحلة السفر الطويلة لبعث النادي الاهلي الى المغرب اللي استغرقت حوالي خمس ساعات ونص لست ساعات. بيتسو سمان بيحضر اللاعبين بالفيديو بفندق الاقامه قبل التحرك لخوض المران الاول على ملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي. بدر بنون لاعب النادي الاهلي بيواصل برنامج التدريبي الخاص بيه على هامش التدريبات الجماعيه للفريق بالمغرب. والدكتور احمد ابو عبله قال ان في تقدم في البرنامج البدني المحدد لبدر بنون، وهيستكمل برنامجه التدريبي على هامش معسكر الفريق بالمغرب لحين انتظام في التدريبات الجماعيه وفقا للموعد المحدد له مسبقا. بالنسبه لملف المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم، في اثنين مرشحين بقوه، الكابتن محمد عبد العظيم عظيمه وهاني رمزي. الاتحاد المصري بيميل للمدرسه الالمانيه، وشفنا خبرات الكابتن محمد عبد العظيم عظيمه في التجارب الالمانيه والشغل في المانيا، فهو الاقرب بشكل كبير الى انه يتولى المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم خلفا لفينجادا. الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء، النادي الاهلي ليس زعيم القاره الافريقيه فقط بل زعيم القاره الافريقيه والمنطقه العربيه. النادي الاهلي زعيم الانديه الافريقيه وزعيم الانديه العربيه. النادي الاهلي في صداره تصنيف في الاتحاد الدولي للانديه العربيه لافضل الانديه العربيه بمجمالي نقاط 217.5 بفارق 97 مركز عن الزمالك. النادي الاهلي في التصنيف العالمي رقم 18، نادي الزمالك في التصنيف العالمي 115. النادي الاهلي بيليه بالاندية العربية الوداد في المركز 64 والرجاء 67 وشباب بلوزداد 83 والهلال السعودي 84 وبيراميدز بيأتي قبل الزمالك في تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء بالمركز 109. محترف نادي الزمالك طلع بيقول جاي سرقوني وقفلوا الاجزخانات، لا قالوا لي لا طيب ولا سلامات. والتر هوجي لاعب نادي الزمالك السابق لكره السله بيقولوا له ترجع لنادي الزمالك او هترجع لنادي الزمالك او ايه امكانيات عودتك نادي، هل عندك النيه ان انت ممكن ترجع في يوم من الايام؟ قال لك هم اتكلموا معايا بالفعل، نادي الزمالك كلموني وقالوا لي ارجع يا والتر هوج. فبيقول لك اتكلموا معايا بالفعل لكن سرقوني، لكنهم استولوا على اموالي ولذلك انتظر اموالي ثم نتحدث عن اي شيء. يا نادي يا زمالك، في كرة القدم لعيبة لها فلوس، لكرة السلة لعيبة لها فلوس. تصريح رسمي من والتر هوج لكنهم استولوا على أموال. التحكيم المصري في ورطة والكل بيجامل عصام عبد الفتاح بما فيهم وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق. يعني بيقول لك الموضوع صعب جدا، المسابقة مش هتكمل لو الأندية هدمت التحكيم بعد كل قرار، مش هينفع سيبوا الحكام واللجنة تشتغل. الاستعانة بخبيرة لازم يكون الكلام موضوعي، ده وجيه أحمد يعني لازم يكون كلامنا منطقي. يعني ما فيش فلوس نجيب خبير اجنبي ب 60 او 70 الف دولار، طب ما كنا جايبين فينجادا قعد معانا سنه ما عملش اي حاجه. يعني
بما انكم مش ما فيش فلوس ومش عايزين تطوروا، عايزين دوري وعايزين بتاع، بلا دوري ما نلغيه ونريح طالما القصه ما فيش فلوس. الدنيا حوالينا بتتطور، والدوريات حوالينا اسعارها وتسويقها بيزيد، احنا عمالين ننحط على راي محمود عبد العزيز في فيلم الكيف، هننحط نروح فين تاني؟ وبعدين بيقول لك بقى ايه، بيطلب طلب من مسؤول الدوله، عايز مسؤول الدوله يتدخلوا في الرياضه. بيقول لك ايه، لو مسؤولي الدوله اتكلموا على كل اللي بيطلعوا يهاجموا التحكيم يطلعوا هيبطلوا يهاجموا، مش هيطلعوا تاني. عايز ناس مسؤولين في الدوله يا جماعه، خلوا الدنيا تمشي بقى، والقراء اللي هيتكلم نحبسه، يعني اللي يتكلم عن التحكيم ناخده نحبسه يعني، ونعمل فيه ايه يعني؟ ما يعني الناس ما تطلبش هو خسرني دوري زي ما خسر لمصلحتنا. وعايز نسكت يعني، يقول لك ايه يا راجل عيب عليك والله يا جماعه، ما انتش انت اللي مرتضى قال لك شنطه ومليون جنيه وشركه، وطلعت انت ومع ثروت سويله ما جبت له حكم كده بيحب وجاج ريشه. ميدو بيتكلم عن بعد الكلام اللي احنا اتكلمناه، وكل الاهلاويه اتكلموا بعد كلامه على ان ايهاب جلال لازم يكون عادل مع كل الانديه، لو ساب لعيبه النادي الاهلي فكده ما بيحققش العداله. اتكلمنا وقلنا كارلوس كروش ما كانش بيحقق العداله لما ساب لعيبه بيرمس قبل كاس العرب. اتكلمنا وقلنا هل من العداله ان الزمالك يلعب بالفول تيم بتاعه والنادي الاهلي يلعب ناقص؟ هي دي العداله من وجهه نظر، هو ده التكافؤ بيننا. لكن ميدو بيقول لك ايه، انا لست مع احد ضد احد، وحديث عن ضروره لعب الاهلي مباراه ايسترن بدون الدوليين كما طلب حديث نابع من اصراري ان يكون في عداله في الكوره في مصر ونظام يطبق على الجميع الكبير. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الزمالك يلعب من غير الاهلي، يلعب من غير الدوليين والزمالك يلعب بالدوليين. الاهلي مثلا ليه حوالي 38 مباراه يلعب منهم مباريتين ثلاثه بدون الدوليين، والزمالك نفس العدد 88 يلعب كله بالدوليين. هي ده العداله من وجهه نظرك يعني ولا ايه يعني؟ هل النادي الاهلي اللي بيلعب مباريات ازيد في كاس العالم للانديه ويلعب مباريات اكتر في بطوله افريقيا وسوبر افريقي، هل من العدالة انه يبقى اساومه على انه ياخد حق وتلعب في فترة الاجندة الدولية؟ ده عدالة من وجهة نظرك يعني؟ مش فاهم يعني. قالك الاجندة الدولية معمولة علشان المنتخبات تستفيد منها، مش عايزين نكرر اخطاء الماضي. خد بالكم الجملة دي، بعدم لعب مباريات، مش عايزين نكرر اخطاء لعب الماضي، بعدم لعب مباريات دولية في الاجندة لازم تصنيفنا يتحسن، ولازم نلعب ماتشات ودية ونحاول نكسبها. خد بالك، نلعب ماتشات ودية ونحاول نكسبها. في ناس هتقول اشمعنى المحترفين؟ افكركم صلاح شارك الموسم ده مع ليفربول في 64 مباراه، اكتر لعيب عندنا في مصر لعب 40 مباراه. كنت قلت في الرومنتادا ميدو، كنت قلت في الرومنتادا في حالات ايهاب جلال يسيب لعيبه الاهلي وما ياخدش معاهم ماتش كوريا، ما خدهمش معاه ماتش كوريا. اتاكدت ان ايهاب جلال هياخد معاه لعيبه الاهلي والزمالك ويشركهم في المباراه. يعني كلامه اللي قاله كله فيستك، الاول كان عندي معلومات ومؤكده، طلع دلوقتي هو بنفسه ينفي المعلومات المؤكده اللي اعلن عنها قبل كده، ويقول لك هياخد لعيبه الاهلي والزمالك يشركهم في ماتش كوريا. ليه بقى؟ لان في لعيبه محترفين هيريحوا ماتش كوريا ومش هيسافروا مع الفريق. اللعيبه دي محترفين، ممكن محمد صلاح، ممكن محمد النني، ممكن. طب يا ميدو، مش نحاول نلعب ماتشات وديه ونحاول نكسبها علشان التصنيف؟ سكت ليه دلوقتي؟ ما قلتش ايهاب جلال لازم ياخد اللعيبه المحترفين ليه؟ لا، اللعيبه المحترفين دول بتوع اوروبا، دول ما يجوش معانا. انما اللعيبه اللي هستك هنا بتوع النادي الاهلي عشان الاهلي يتدمر لازم نهاجم ايهاب جلال. بنقول واللعيبه دول ايه يا عم يلعبوا معاه؟ هل احنا مش لو خسرنا لعيبه المباراه دي وخسرناها من كوريا مش تصنيفنا هيتدهور برضه ولا ايه؟ طب ما تقول يا ميدو بقى. ولا لا، هنا العداله هنا، لكن هنا احنا اللعيبه طالعين عينيها. ثم بيتكلم يقول لك محمد صلاح 64، وكله بيقول لك محمد صلاح لاعب 64 مباراه، وده ممكن حقيقه يعني، لكن خلينا بالمنطق والعقل يعني. يقول لك ادخل لاعب في مصر لاعب 40، لكن احنا من وقت توقف الكورونا نص الدوري الموسم قبل الماضي ورجعنا نلعب تاني، وبعدين الموسم الماضي بقى لنا موسمين ونص في تلاعب. محمد صلاح والنني وغيره بياخدوا اجازه، يروح يطلعوا شهر ونص راحه سلبيه، اللي بيروح المالديف واللي بيروح جزر هاواي واللي بيروح مش عارف ايه وكلام من هذا القبيل، وبعد شهر ونص بيروح كده يرجع للتدريبات تاني مع الفريق بيكون فريش. لكن احنا اجمع بقى، عايز تقارن صح؟ مش 64 محمد صلاح هذا الموسم، قول محمد صلاح 64 هذا الموسم، لكن قول لاعبتنا كلها بقى موسمين 38 مباراه في 38 مباراه زائد نص الموسم الماضي، اجمعوا يا اخواننا بقى واحسبوا الحساب 5 جنيه الحسابه بتحسب يا ميدو يعني. ميدو ومرتضى منصور، واخيرا عايز اقول كلمتين لجمهور نادي الزمالك الطيب. يا جمهور نادي الزمالك اقعد مع نفسك وعقلها. جمهور نادي الزمالك بيحارب رابطه الانديه ويهاجم احمد دياب علشان قصه ملعب والخطابات، وقال لك هيلعب وعايزنا نلعب على استاد القاهره، كان بيتهموا الرابطه
بيعمل مؤامرة على نادي الزمالك انه علشان يلعب على استاد القاهرة. هو بيروح يلعبك في حفر ونقر؟ ده بيلعبك في احسن استاد في مصر. هي وصلت بيك الدرجة ان انت تعتبر اللعبة على استاد القاهرة مؤامرة على نادي الزمالك؟ على كده احنا لو نيمناكوا في افخم فندق هتقول مؤامرة علينا؟ ده انتوا عايزين ايه يا جماعة؟ لازم تقعدوا تفكر ايه اللي بيحصل. هل وصل بينا الدرجة ان احنا نمشي ورا واحد يقول ان ملعب استاد القاهرة وحش وان في ناس بتحاربنا علشان نلعب على استاد القاهرة؟ هل وصلت بيك الدرجة لكده؟ مؤامرة؟ ده انت كده لو وصلت بيك الحال ناس بتعمل علينا مؤامرة عشان نلعب على استاد القاهرة، يبقى انت حالتك ميؤوس منها يا صاحبي. شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.